بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بل الظالمون في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم بسم هذا خلق الله
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر Yeah.
وصاحبهما في الدنيا محروفا تشرك بما ليس لك به تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما يا بني يا بني إنها إن لك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله
يأتي بها الله يا بني أقم الصلاة.
وانهى عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما وقصد في مشيك واغضب من صوتك وقصد في مشيك وقصد في
ألم تر ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تر ومن الناس من يجادل في الله بغير علم
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. إن كل شيء له حد. أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة، هو كلام الله. العالم السمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي ديلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيود القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوري والمقيم بمحافظة كفر الشيخ لك عبر السمة الإذاعات المحلية شكرا الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرحمدوش مركز ومدينة السب اللاوي شكرا عضو الكربائية وبداخل مخازن فراج الزهب الكبرى وقصر الضيافة المتنقل صاحب الحج جلال محمد عبد العزيز والمقيم بمتشنا خدمات الفندقية ضمن اولاد الحج محمد فرج المكمل بكفل الحج حسن مركز ديار بني. ايها الجماعة طب الكريم ان هذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا.